ديبريشن ده الليترال تالجويد ماسل. لاترال جويد ماسل ريتراكشن بوستور فايبر بتاع التمبوراليس. بقيه الماسل الثانيه تعمل الباقي. تعمل الباقي لان دولت مش هتعرف تعمل. يعني الميديا الترجويد تعمل اليفيشن وبروتكشن اوف ذا ماندل اوكي. المسيتر تعمل اليفيشن وبروتكشن اوف ذا ماندل اوكي. الريتراكشن بوستور فايبر بتاعت الايه؟ تمبوراليس. الديبريشن عشان هتفتح الماوس لاترال ترجويد ماسل. دي الاكشنز او الموفمنت بتاع التمبر. التمبر ده بجد في غايه الاهميه، مهمه جدا جدا جدا. يعني من ضمن الجوينتس اللي هي، لان هي الوحيده اللي في الهيدن نيك بتاخدوها، تخدوا ايه تاني غيرها؟ هي التمبر مانديبولار جوينت اللي هي الواضحه. تمام. السايد تو سايد موفمنت دي بتتعمل باللاترال ترجويد والميديال ترجويد دي، واللاترال ترجويد والميديال ترجويد دي at the same time. لازم اللاترال ترجويد والميديال ترجويد واللاترال ترجويد of the opposite side at the same time عشان تعمل side to side moving او الشي وينج movement باللاترال بالاثنين ترجويد muscles. الاثنين ترجويد muscles، الاثنين ترجويد ايه؟ muscles. الاثنين ترجويد ايه؟ ماسلز. ادي المندبل اهي، وادي الانفرا تمبرال فوسا اهي. ادي المندبل اهي، وادي الكونويد، وادي الكوندايلويد بروسيس، وادي الانجل اوف ذا مندبل، وادي البودي بتاع المندبل. الاذر هاف اوف ذا مندبل الناحيه الثانيه، ده نص بس. على ده الريمس اوف ذا مندبل. على الميديال سايد هلاقي فيه فورامن، مانديبولار فورامن. وإذا نظرت إلى الوجوه تجدهم لا يفهمون شيئا ولا يعقلون، وكأنني في واد آخر وهم في واد تاني. In another planet. وهم معذورون، ولكن في الامتحان لا يعذر الإنسان بل يهان. مفيش عذر في الامتحان، مش هقول لك ما سمعتوش عنها. ففي مانديبولار فرامن وشفتوه اكيد 100%. هذا المانديبولار فرامن بيمشي جوه المانديبول ويعمل كنال، مانديبولار كنال، وينتهي عند المينتال فرامن. والمينتال فرامن شفتوه. طيب المانديبولار نيرف، المانديبولار نيرف هذا وان اوف ذا برانشز اوف الترايجيمينال نيرف. بينزل عن طريق فورامن اوفال وينزل في الانفرا تمبرال فوسا بترانك. هذا المانديبولار ده هو بيكاري اول الموتور فايبرز بتاعت الترايجيمينال نيرف، ولذلك الوحيد اللي فيهم ميكسد هو المانديبولار، لان كل الموتور فايبرز بتاعه الترايجيمينال نيرف بيشيلها معاه. وبعدين بيدي انتيريو ديفيجن وش موست بروبابلي كل معظمه موتور، وبيدي بوستيريو ديفيجن ومعظمه سنسري. لكن ده فيه موتور برضه، ده موتور وفيه سنسري. وده ايضا فيه سنسري بس فيه موتور فايبرز. طيب الترانك ده هو بيدي اتنين نيرفز، بيدي نيرف تو ميديال ترجويد اللي احنا شفناه، وبيدي نيرفس سباينوزاس اللي يجي داخل من الفرم من سباينوزم عشان يغذي المننجيز اوف ذا ميدل كرانيال فوسا.
نيرفس. شفت فورة من سباينوزا؟ شفت فورة من سباينوزا؟ فورة من سباينوزا بيدخل فيه اتنين استراكشر، هما مين؟ ادي نيرفس سباينوزا، ادي واحد بيدخل عشان يغذي المنجيز، ده بلانش من الترانك. مين تاني بيدخل؟ ها؟ انا عايز واحد جريء تقول كده، تقول مش هتقول الميدل منينجيال ارتري، فيري امبورتنت ميدل منينجيال ارتري، عشان الاكسترا كرينيال هيموريج، اكسترا ديورال هيموريج او الابيديورال هيموريج از ذا سورس اوف ابيديورال هيموريج. الميدل منينجيال ارتري برانش من الماكسيلاري ارتري وبيدخل الكرينيال كافيتي عن طريق فورام سباينوزم، واول ما يدخل بيتفرع لانتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن، والانتيرو ديفيجن ده بتبقى ريتد للموتور اريا، وذلك لما بيحصل دامج او هيموريج من الانتيرو ديفيجن بيأثر، ممكن يأثر يعمل ويكنس اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. انما البوستيرو ديفيجن ده بيبقى ريتد للاوديتوري اريا، وده احد المعالم بتاع الاكسترا ديورال هيموريج. مش انتوا خدتهم؟ سلام عليكم. يعني هي سلامتك ستوب يعني كده، عشان ايه يبقى فيه كده، بس لازم تقول سلامتك يعني لو كحيت تاني. الاكسترا ديورال هيموريج والسب ديورال هيموريج الاثنين دولت فيري امبورتنت ايضا، وعليهم اسئله مش هسيبها برضو الحته ده اهي. قبل ما انساه هبص الاقي لو بصيت البيز اوف ذا سكال، ده البيز اوف ذا سكال اهو، وده الليسر وينج اوف سفنويد، الليسر وينج اوف سفنويد، ده الانتيريو كرينيال فوسا كريستا جالاي كريبريفورم البيت اوف ذا اسمويد، وبعدين البيتراس بارت اوف ذا تيمبرال بون والبيتراس بارت اوف ذا تيمبرال بون، وادي الميدل كرينيال فوسا، هلاقي فوره من اوفال وراه فوره من سباينوزم، قدام هنا هو فوره من روتاندم، ميديا اللي هنا هو فوره من لاسرام، دول اربعه فورامين اللي موجودين. وعلى فكره الفورامين ده بتنزل في الامتحان، لان كل الكرينيال نيرفز طالعين منها، فبيتلاقي الكيس على نيرف، والكوتش اوف ذا فورامين سايز ذا كومن سايت او از ذا سايت اوف ذا سايت اوف ذا ليجن، ويحط لك على كذا فورامين عشان تعرفي مين طالع من مين. فالميدل منينجيال ارتري برانش من الماكسيلاري ارتري، وبيجي طالع سايب الفصة وداخل في الفورام سباينوزم، ودي انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن، حتى على السكال هتلاقي العلامات بتاعت الانتيرو ديفيجن والبوستيرو ديفيجن. الانتيرو ديفيجن ده هو بيبقى ريتد للموتور كورتكس، وذلك لو حصل هيموريج ويوجوال اللي بيحصل هيموريج من الانتيرو ديفيجن ده، في العيان كان فيل ويكنس في الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي، ليه؟ ديو تو كومبريشن على الموتور كورتكس البري سنترال جايروس الموتور اريا. تمام، يحصل بالظبط ايه؟ نمره واحد، الاقي بيشنت مش عارف عنده كام سنه، خد تروما، التروما ديت هي اللي هتحدد الموقف بالظبط، on the temporal region أو side of the skull. لو قال لي temporal area أو side of the skull وsevere trauma، أحط في دماغي fracture بتاع temporal bone وinjury للanterior division بتاع الايه؟ الميدل منينجل. وانتوا عارفين ان السايد وول في منطقه التيريون، عارفين منطقه التيريون اللي هي اتش شيب كده اهو، اربعه بونز بيتوكس في منطقه التيريون ده، هي تحتها بالظبط الانتيرو ديفيجن
بتاع الميدل منينجال ارتري. فلو حصل فراكشر في التيمبرال بون او سيفير تروما تو ذا سايد اوف ذا سكال تو ذا تيمبرال بون, اعرف ان ده اكسترا ديورال هيموريج هيحصل لي. فقالي انا هو هيضرب هنا في السايد اوف ذا سكال هيعمل ايه يعني؟ او قالك في منطقه التيريون على طول يبقى اكسترا ديورال هيموريج وميدل سيربر ارتري هيموريج. تمام. الهيموريج ده اولا فيري سيفير هيموريج كان كيل ذا بيشنت, ولو انا سبته هيموت العيان 100% لان ده ارتري مفتوح فهيتن ينزف ويعمل لغايه ما ينزل البرين من الفورام الماجنم والمظله تتحشر في الفورام الماجنم ويحصل كونينج ويموت العيان. فالاكسترا ديورال هيموريج از سيفير ايه بتاع ايه ان شفتوه في الاكس راي بيبقى شكله ايه؟ الابيديورال وصاب ديورال نصف دائره. فهيقول لك الكيس مثلا عمره كذا سنه خد تروما تو ذا سايد وول اوف ذا سكال, ذا بيشنت اون اكزاميشن فاوند ان كوما, لان اول ما بيجي له كوما على طول بيدخل في كوما وبعدين بيحصل لوسيد انترفال يخف شويه وبعدين يدخل في كوما تاني, والكوما التانيه معناه انه هيموت. سيتس سكان يجيب لك الصوره بتاعت اللي انت شفتوها بتاع سي سكان بتاع الاكسترا ديورال هيموريج. هو شو ذا فولينج ارتز موست بروبابلي افكتد ان تو ديفيجن بتاع الميدل مش عارف مين 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 ان تو ديفيجن بتاع الميدل, وده اكسترا ديورال هيموريج, وطالما العين دخل في كوما اكسترا ديورال هيموريج. انما الساب ديورال هيموريج قصه تانية خالص نهائي. الساب ديورال هيموريج انتوا عارفين ده البرين اهو, وادي الديورال ساينس اللي هي السوبيرو سيتال ساينس, واللاترال وول بتاع البرين ده هوت بيطلع منه فينز السوبيريور سيريبرال فينز بتروح تدرين انتو ذا سوبيريور سيتال ساينس superior cerebral veins. ها؟ لا ما هم دول ماشيين الحمد لله كويسين. فلما تبص تلاقي القصه بقى ايه؟ التاني خد تو ذا سايد. ده بيقول لك ايه؟ عيان خد روما ذا فرونت اوف ذا هيد. أو during playing football he hits the ball with his head. فمن قدام التروما in front. التروما جاء in front. أول ما اسمع التروما in front subdural hemorrhage. والsuperior cerebral veins هي اللي اتقطعت. subdural hemorrhage. والveins هي اللي اتقطعت. والعيان ممكن ما يحسش بحاجة غير هيدك. ما يقولوش كوما ولا حاجة. لا عادي بيلعب كرة ويطلع بس بعد كده سيفير هيدك ويروح الهيدك ويجي الهيدك ويروح الهيدك يعمل سيت سكان الى سب ديورال هيماتوما يوجوالي فينس ان اوريجن. عشان كده ممكن تقعد فتره طويله ليه؟ لان ده فينز الفينز مجرد هنزل شويه دم الدم هيكتمه هيقف, انما الارت ده مفيش حد يوقفه ابدا. سب ديورال هيماتوما دي تروما تو ذا فرونت والكوز از سوبيريو سيريبرال فينز ودي سب ديورال فينس ان اوريجين سيلف ليميتنج. ليه؟ لانه اول ما تكون هيماتوما كانت مع الفين لكن الثاني بروجريسيف ويل كيل ذا بيشنت. معايا ولا مش معايا؟ زائد السيتي سكان بتاعها هياكدها بقى السي تي سكان هيأكدها.
تمام. انتوا عارفين ليه بيحصل الميكانيزم ده؟ مش انتوا عندكم برين، نص برين هنا ونص برين ناحية التانية، وفي ما بينهم في الفالكس سيريبراي في النص نازل على الكوربس كالوزم، فالكس سيريبراي شفتوه؟ فلما اخد تروما على السايد وذا سكال البرين ويل نوت موف، لان في حيطه في النص اللي هو الفالكس، فالتروما كلها تيجي على مكان السايد وول اوف ذا سكال، فيحصل فراكشر للبون، تمبرال البون، وانجري دامج كمان للتمبرالس ماسل، والفراكشر ده يعور لي الميدل منينجال ارت. لكن لما اخد تروما هنا اهو البرين كان موف انتروبوستيرو. ليه؟ لان الفاصل في النص انا مش هتحرك كده، لان الحيطه في النص، لا انا هتحرك كده، فيتحرك انتروبوستيرو، فهو بيتحرك يجي مقطع البينز ده يعني. عشان كده التروما في الفرونت سبديورال، تروما على السايد اكسترا ديورال، ارتيريال بروجريسيف والكيل ذا بيشنت. لكن السب ديورال فينوس سوبيريور سيريبرال فينز سيلف ليميتنج، العيان يشتكي من هيدك بس، مفيش كوما، مفيش اي حاجه خالص نهائي، ممكن يعيش بقى سنين، كل شويه هيدك وياخد برشامه وخلاص، هيدك وياخد برشامه لغايه ما يروح بقى ايه يعمل سي سكان هلاقي في سب ديورال هيماتوما. ده من الايه تروما، دي من الحاجات دي عليها اسئله ودي على اسئله، الاثنين طيب بالنسبه لي الانتير ديفيجن ده احنا قلنا ده موتور كله معظمه بيسبلاي التمبوراليس ماسل، بيسبلاي الماسيتر ماسل، وبعدين الايه اللاترال ترجويد ماسل بيسبلاي كلهم دول لاترال ترجويد ماسل، وبيدي برانش وحيد بس سنسوري اللي هو اللونج باكال نيرف اللي هو بيسبلاي السكين اوفر ذا باكسينيتور، وبيسبلاي ذا ميوكاس ممبرين ديب تو ذا باكسينيتور. انا عارف ان المحاضره غيتت لانكم ما انتوش فاهمينها ولا انتوا عارفين فيها حاجه خالص، بس دي داخله في الامتحان. انتوا تتكلموا ازاي؟ في اسئله فيها هتفاجئوا بيها. تمام. اللونج باكال نيرف البوستيريور ديفيجن ده معظمه سنسوري، السنسوري ده هو هيدي الانفير الفلر نيرف، الانفير الفلر نيرف ده هو هيجي داخل في المانديبولار فرامن وماشي في المانديبولار كانال، ويدي انسيسيف فرامن للور تيس، ويطلع از امينتال نيرف تو سبلاي ذا سكين اوفر ذا تشين واللور ليب، مينتال نيرف عن طريق الانفير الفلر نيرف، الانفير الفلر اللي هو برانش من البوستيريور ديفيجن. البوستيريور ديفيجن اقدر هيدي اللينجوال نيرف which is a sensory nerve، هذا اللينجوال نيرف مشهور انه بيمشي ميديال تو ذا لاست مولر توس، وبعدين بيمشي يروح للتانج تو سبلاي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج جنرال سنسيشن. لكن بياخد وهو ماشي بياخد الكوردة تمبناي معاه، وكوردة تمبناي ده بتاع الفيشيال عشان يروح للانتيوتر تانج يدي تيست سنسيشن للانتيوتر سيرت اوف ذا تانج. ده اللينجوال نيرف برانش اصلا من البوستيريور ديفيجن، ومسته انه بيمشي جاست ميديا لللاست مولر، اللور لاست مولر، اللور ثيرد مولر، الويزدم توس درس العقل،
وفيري كومن يحصل دز العقلي يطلع ملخبط فيجي الجراح عامل له اكستراكشن. فيري كومن يحصل انجري لمين؟ لينجوال نيرف. لوس اوف سنسيشن افتر اكستراكشن اوف ذا ويزدم توث. وفي كيس في الامتحان على هذا بالظبط وعيان شيكم توث وبعدين عمل اكستراكشن ويزدم توث وبعدين الاون اكزامينشن اولسو ذير زوس اوف سنجنرال سنسيشن. احسن حاجه والله احسن حاجه عملتيه يعني انت هتقطعي نفسك ولا هتموتي نفسك يعني ما انتش فاهمه حاجه تشربي يعني ما بالعقل يعني كده بس كنت مش فاهم حاجه المحاضره اشرب استفيد من حاجه. بص زميلتي خلصت اللي بتشربه ليه؟ لان انت مش فاهمه حاجه. لو فاهمه ما كانتش شربت. وزميلتي التانيه برضو خلصت. ده انديكيت ده باد ساين. انا عذركم والله عذركم انكم ايه بس ده كيس على اللينجوال نيرف واكستراكشن اللور ثيرد مولر الويزدم توث ما بين قوسين وبعدها لا لوس اوف سنسيشن انتيو تو سايد اوف ذا تانج ووتش اوف ذا فولوينج نيرفز موست بروبابلي افكتد اللينجوال نيرف الانفيول الفيرال نيرف يجيب لك اي نيرف تانيين اللينجوال نيرف وماشي معاه جواه الكوردا تمباناي نيرف بتاع الفيشيال كوردا تمباناي ده برانش من الفيشيال هو في الميدل اير احنا خدناه فبيمشي معاه تو سبلاي البتاع ده ومش كده وبس ده هذا الكوردا تمباناي ده هوت كمان بيسبلاي السب مانديبولار سيريبري جلاند والسبلينجوال سيريبري جلاند. فيقول لك العيان بعد الاكستراكشن ده هوت ابص الاقي ان السلايفا هاز ديمينيشت ان اماونت ليه؟ لان اللينجوال نيرف اتعور واللينجوال نيرف فيه الايه؟ الكوردة تمباناي بيسبلاي اتنين سليبري جلاند فعشان كده السكريشن بتاعتهم قلت هو بيدي موتور وحيد بس والموتور ده هوت بيروح ايه يمشي ويعمل جروف بيدي المايلوهيود ماسل والبوستيرو بيلي اوف دايجاستريك ماسل الانتيرو بيلي اوف دايجاستريك ماسل اللي هو ده الموتور برانش نيرف تو مايلوهيود وشفتوه اكيد نيرف تو مايلوهيود ده اهو بيسبلاي المايلوهيود ماسل طبعا انتوا مش عارفين هي ايه دي وين فين والانتيرور بيلي اوف دايجاستيك ماسل طبعا بالسلامه انتوا مش عارفين انتوا فين لكن هم بيغذي الاثنين ده اهو ده المانديبولار نيرف والايه وذلك لو حصل انجري المانديبولار انتيرور ديفيجن بوستيرور ديفيجن او ترانك ويشوف بقى السنسيشن هتروح فين السلايفا هيعمل فيها ايه شوفي اللي هيحصل بالظبط الماسلز اللي هيحصل لها باراليسز. طيب من ضمن الحاجات المهمة جدا كمان التمبرو مانديبولار جوينت هقول لكم عنها كلمتين بس very important وفي كيس فيهم مش في كيس في كذا كيس تمبرو مانديبولار جوينت ما بين الهيد بتاعت المانديبول ده او الكوندايلويد بروسيس ده وبعدين في المانديبولار فوسة اللي موجوده على الايه على البيز اوف ذا سكال هذه الجوينت دهيت اهي بيحصل فيها ديبريشن اليفيشن بروتراكشن ريتراكشن اوف ذا مانديبول اوكي زي بعضه هذه الجوينت دهيت الكبسول اتاشد لللاترال نيك اوف ذا مانديبول زي بعضه في انترا ارتيكولار ديسك زي بعضه كل ده كله انا ما عنديش اعتراض فيه ليجامنت ماسكه فيها فيه اللاترال اللاترال تمبرو مانديبولار ليجامنت جايه من التيوبيكل لغايه اللاترال اسبيكت اوف النيك اوف ذا مانديبول اللاترال تمبرو مانديبولار ليجامنت
وفي السفينو مانديبولار ليجامنت من السفينويد بروسيس ورايح للينجولا سفينو مانديبولار. وفي الام كفايه اللاترال ده هو اهم واحد اللاترال ترجو تمبرو تمبرو مانديبولار ليجامنت وفي سفينو مانديبولار وفي ستايلو مانديبولار. دول الثلاثه ليجامنت بتوع هذه الايه الجوينت. تمام كل ده كله كويس. الديسلوكيشن بتاع الجوينت از فيري كومن يحصل لها ديسلوكيشن فيري كومن. الديسلوكيشن يوجوالي انتيريور ديسلوكيشن انتيريور ديسلوكيشن لكذا سبب. نمره واحد اللاترال تمبرو مانديبولار ليجامنت دوت فيري سترونج فيخلي البوستيريو ديسلوكيشن صعب فيمنع البوستيريو ديسلوكيشن. مين اللي بيمنعه؟ اللاترال تمبرو مانديبولار ليجامنت فيري سترونج. ثانيا ما بيحصلش ديسلوكيشن للجوينت دهيت الا لو العيان فاتح بقه. فلما يفتح بقه ده اهو كده اهو دي هتنزل لتحت كده هتلف كده اهو الهيد اوف ذا ماندو وتطلع لقدام. فلما يحصل ديسلوكيشن يحصل ديسلوكيشن لقدام وذلك الديسلوكيشن لقدام از فيري. في ناس لما يجي يتوجوا يجي فاتح بقه يتوج ما يعرفش يقفله ما يعرفش يقفله انتير ديسلوكيشن. واكيد انتوا سمعتوا عنه بيتوب طبعا بيتوب يعني مش بيتوب نورمال لا ده فتح بقه كده فيتن بقى فتحه كده لغايه ما يروح للدكتور يرجعه له تاني. والديسلوكيشن بتاع الجوينت ده مشهور واكيد سمعتوا عنه 100% ها اكيد سمعتوا عنه 100% ديسلوكيشن انتي ديسلوكيشن ولاقي المندبل ديبريست والبق مفتوح لان الهيد طلعت لقدام خلاص مش هيتقفل الا وديورنج الديسلوكيشن ده هو في اتنين ماسل فيكس الديسلوكيشن ما تخلوش يرجع تاني التمبوراليس ماسل كونتراكت واللاترال ترجويد كونتراكت. التمبوراليس ماسل بعد ما يحصل ديسلوكيشن التمبوراليس ماسل كونتراكت جامد فتيجي ايه سحبه المندبل اللي فوق ما تخليهاش تنزل تاني واللاترال ترجويد شدها اللي قدام كمان شداها لقدام فتمنعها انها كمان تنزل تاني. وذلك لما الدكتور بيرجعها بيجي حاطط صبعه ده وصبعه ده على لاست مولر ويضغط لتحت والورا يضغط لتحت عشان التمبوراليس ويضغط لورا عشان لاترال ترجويد فيجي داخل الهيد مكانها. اكيد سمعتوا عنها ولما سمعتوش عنها هتسمعوا عنها. مش عندكم امتحان؟ هبص لكم طالعين كده ديسلوكيتد جوينت ديسلوكيتد جوينت فبوست اكزام ديسلوكيتد جوينت سندروم هسمعوا عنها ما تقلقوش يعني فيري كومن اكزام كويشن الديسلوكيشن ده فيري كومن. وليه بيطلع لقدام؟ وليه ما فيش بوستير ديسلوكيشن بيبقى رير؟ والماسلز اللي هي بتكيب الديسلوكيشن ان اتس بوزيشن كونتاكشن بتاعهم مين؟ ومين الليجامنت اللي بيبريفنت البوستير ديسلوكيشن؟ فيري كومن اكزام كويشن